بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة الصف الأول الثانوي مدارس لغات، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة في الدرس الثالث الجبرة Multiplying Matrices. Multiplying Matrices نقصد بها ضرب المصفوفات. You can multiply two matrices if and only if the number of columns of the first matrix equals the number of rows of the second matrix. ممكن هنا نقدر نضرب مصفوفتين if and only، إذا وفقط لو عدد الأعمدة في الماتريكس الأولى equal عدد الصفوف في الماتريكس الثانية. عندي هنا عشان نفهم الجزئية دي، دي ماتريكس A دي ماتريكس B. ماتريكس A order 3 times 2 من النظم 3 times 2، وعندي هنا ماتريكس B 2 times 3. عندي هنا احنا قلنا بنكتب الرو بعدين نكتب الكولم، يبقى انا عندي بنكتب الرو بعدين نكتب الكولم، عندي برضو هنا بنكتب الرو بعدين الكولم. شرط الضرب المصفوفتين لابد ان يكون عدد الكولم في الاولى ايكوال عدد الروز موجودة في الثاني. طيب order of the matrix of the product 3 times 3، هنا المصفوفة الناتجة من عملية الضرب 3 times 3، يبقى الاثنين دول كده 3 times 3 دي المصفوفة الناتجة من عملية الضرب. شرط عملية الضرب ان هنا عدد الكولم ايكوال عدد الرو في الثاني. عندي بيقول لي example determine whether the matrix of the product AB is defined or not in each case. هل او اذكر ما اذا كانت العملية الضرب ماتريكس A في ماتريكس B is defined، هل ممكنة ولا لا. عندي if the matrix A of order 3 times 4 and the matrix B of order 4 times 2. عندنا بنقول عدد الكولم في الأولى equal عدد الروز الموجودة في الثانية، يبقى هنا في اللحظة ديت AB is defined. طيب والمصفوفة الناتجة of order 3 times 2، عندي 3 times 2 يبقى أنا عندي هنا 4 equal 4، يعني هنا عدد الكولمز الموجودة في الأولى إيكوال عدد الصفوف موجودة في الثانية، والمصفوفة الناتجة 3 times 2. عندي في B if the matrix A of order 5 times 3 and the matrix B of order 5 times 2. عندي هنا بنقول عدد الكولم في الأولى not equal عدد الروز في الثانية، ومن هنا بنقول AB is undefined، غير معرفة ولا يمكن أن تتم عملية الضرب. في السؤال رقم 2 بقول لي if A equal، يبقى دي ماتريكس A ودي ماتريكس B، find each of AB، يبقى عاوز نتيجة ضرب المصفوفتين AB و BA، ونرجع نضرب BA. What do you notice؟ إيه اللي هتلاحظه؟ احنا قلنا هنا لابد عشان نشوف عملية الضرب بنطبق هذه الفكرة. ماتريكس A ماتريكس B، ماتريكس A 3 times 3 ماتريكس B 3 times 3. عندي هنا عدد الكولم في الأولى equal عدد الروز في الثانية، ومن هنا بنقول defined أو الماتريكس دي defined أو معرفة أو ممكن يتم عملية الضرب. ناتج عملية الضرب يبقى order of the matrix of the product 3 times 3، هنا 3 times 3. عندي هنا AB حاصل ضرب مصفوفتين AB، دي هنا matrix A هنا matrix B، ازاي بتتم عملية الضرب؟ first row بنعمله multiplication في first column، first row اللي هو 1 times 2 equal to minus 1 times 3 equal minus 3 2 times 5 equal 10. يبقى ضربنا اول صف في اول عمود، هنضرب برضو اول صف في تاني عمود. 1 times 1 equal 1 minus 1 times 4 equal minus 4 2 times 0 equal 0، مش هنكتب الزيرو. عندي هنا الفيرست رو هنضربه في الثيرد كولم، 1 تايمز 0 0 ماينس 1 تايمز 1
equal minus 1 2 times minus 1 equal minus 2. زي ما ضربنا الفيرست رو في الفيرست كولم وبعدين في السكند كولم بعد كده في الثيرد كولم برضو نفس الفكرة. السكند رو هنضربها في الفيرست كولم minus 1 times 2 minus 2 0 times 3 equal 0 3 times 5 equal 15. ضربنا تاني صف في اول عمود هنضرب برضو تاني صف في تاني عمود يبقى minus 1 times 1 equal minus 1 0 times 4 equal 0 3 times 0 equal 0 يبقى احنا عندنا هنا دي minus 1. عندي هنا second row هنضربها في third column minus 1 times 0 0 0 times 1 equal 0 3 times minus 1 برضو هنا third row هنضربه في first column 0 times 2 equal 0 1 times 3 equal 3 4 times 5 equal 20. ضربنا هنا تالت صف في أول عمود تالت صف في تاني عمود 0 times 1 equal 0 1 times 4 equal 4 4 times 0 equal 0. هنضرب تالت صف في تالت عمود 0 times 0 ب 0 مش هنحط ال 0 1 times 1 equal 1 4 times minus 1 equal minus 4. هنا بنعمل بقى عملية الاديشن 2 minus 3 plus 10 equal 9 1 minus 4 equal minus 3 minus 1 minus 2 equal minus 3 minus 2 plus 15 equal 13 minus 1 بنحط ال minus 1 minus 3 برضو بنحط ال minus 3 عندي 3 plus 20 equal 23 بنحط هنا ال 4 1 minus 4 equal minus 3 يبقى أنا عندي هنا نتيجة المالتيبليكيشن AB بتديني الماتريكس دي. يبقى كنا في المطلوب الأول بنقول AB كنا بنحط A الأول وبعد كده B لكن هنا عاوز BA حطينا هنا ال B الأول وبعد كده ماتريكس A. هنضرب هنا الفيرست رو في الفيرست كولم 2 times 1 equal 2 1 times minus 1 equal minus 1 0 times 0 equal 0 مش هنكتب الزير. ضربنا الفيرست رو في الفيرست كولم هنضرب برضو الفيرست رو في السكند كولم 2 times minus 1 equal minus 2 1 times 0 equal 0 0 times 1 equal 0 يبقى هنا النتيجة minus 2. هنضرب برضو الفيرست رو في الثيرد كولم عندي 2 times 2 equal 4 1 times 3 equal 3 0 times 4 equal 0 يبقى أنا عندي هنا. هنيجي هنا في السكند رو هنضربها في الفيرست كولم 3 times 1 equal 3 4 times minus 1 equal minus 4 1 times 0 equal 0. عندي هنا هنضرب السكند رو في السكند كولم يبقى أنا 3 times minus 1 equal minus 3 4 times 0 equal 0 1 times 1 equal 1. برضو هنضرب second row في third column 3 times 2 equal 6 4 times 3 equal 12 1 times 4 equal 4. عندي هنا هنضرب third row في first column 5 times 1 equal 5 0 times minus 1 equal 0 minus 1 times 0 equal 0. عندي هنا third row هنضربها في second column 5 times minus 1 equal minus 5 0 times 0 0 minus 1
times 1 equal minus 1. هنضرب هنا الثيرد رو في الثيرد كولم. 5 times 2 equal 10. 0 times 3 equal 0. minus 1 times 4 equal minus 4. عندي هنا 2 minus 1 equal 1. minus 2 بننزلها زي ما هي. 4 plus 3 equal 7. 3 minus 4 equal minus 1. minus 3 plus 1 equal minus 2. plus 12 plus 4 equal 22. وال 5 بننزلها. minus 5 وminus 1 بنقول minus 6. 10 minus 4 equal 6. يبقى هنا بنقول جبنا مصفوفة B A، وفي الأول جبنا A B. لو جينا نشوف المصفوفتين مش هنلاقي الاتنين زي بعض. اللي نوتس ذات A B not equal B A. بنقول إن it's possible to use multiplication of matrices in some situation. Properties of multiplying matrices. خصائص ضرب المصفوفات. Associative property of multiplying matrices. وجود خاصية الدمج. لو ضربنا A في B والنتيجة ضربناها في C، هنا equal matrix A مضروبة في حاصل ضرب matrix B times matrix C. عندي هنا وجود خاصية المحايد الضربي multiplication identity property. A I I معناها matrix كل الاليمنت فيها equal 1. يبقى A I equal I times A equal A. يبقى أنا عندي matrix A لو ضربتها في اليونت matrix أو مصفوفة الوحدة برضو بتساوي مصفوفة الوحدة في الماتريكس A. في النتيجة برضو بتديني ماتريكس A زي ما هي، فيش أي تأثير. يبقى عندي هنا في الديستريبيوتيف بروبرتي أوف مالتيبليكيشن أون أديشن أوف ماتريسز، وجود خاصية توزيع ضرب المصفوفات على جمعها. بنقول عندي A لو ضربناها في حاصل جمع B بلس C إيكوال AB بلس AC. عندي برضو ملحوظة أخرى إن A times B لو ضربنا المصفوفتين وعملنا الناتج ترانسبوز، يعني دورنا المصفوفة، equal A ترانسبوز plus B ترانسبوز. تمارين الكتاب المدرسي بيقول لي if A equal دي مصفوفة A matrix B then find each of the following، أوجد ما يلي. A B يبقى احنا هنضرب مصفوفة A في مصفوفة B، ده المطلوب الأول. المطلوب الثاني بنقول B في A، هنرجع نضرب B في A. يبقى هنا ضربنا A في B وهنا ضربنا B في A. عايز بعد كده نجمع A plus B والناتج نضربه في A. عندي دي مصفوفة A دي مصفوفة B، يبقى أنا عندي A B هنحصل ضرب الاثنين. 3 times minus 1 equal minus 3. 1 times 3 equal 3. يبقى احنا ضربنا الفيرست رو في الفيرست كولم، هنضرب برضو الفيرست رو في السكند كولم. 3 times 3 equal 9. 1 times 9 equal 9. هنضرب بقى السكند رو في الفيرست كولم. 6 times minus 1 equal minus 6. 2 times 3 equal 6. ضربنا السكند رو في الفيرست كولم، هنضرب برضو السكند رو في السكند كولم. 6 times 3 equal 18. 2 times 9 equal 18. هنا minus 3 plus 3 equal 0. 9 plus 9 equal 18. minus 6 plus 6 equal 0. 18 plus 18 equal 36. ده حاصل ضرب A في B. هنعمل هنا B في A. عندي دي ماتريكس B، هنا دي ماتريكس A، برضو نفس الفكرة في الضرب. هنضرب الفيرست رو في الفيرست كولم. minus 1 times 3 equal minus 3. 3 times 6 equal 18. هنضرب برضو الفيرست رو في السكند كولم. minus 1 times 1 equal minus 1. 3 times 2 equal 6. بالنسبة لسكند رو هنضربه في الفيرست كولم.
3 times 3 equal 9, 9 times 6 equal 54. هنضرب برضو second row في second column. 3 times 1 equal 3, 9 times 2 equal 18. عندي minus 3 plus 18 equal 15, minus 1 plus 6 equal 5, 9 plus 54 equal 63, 3 plus 18 equal 21. يبقى انا عندي جبنا BA وجبنا AB. عندي هنا بيقول المطلوب التالت عاوز A plus B والناتج نضربه في A. عندي دي ماتريكس A دي ماتريكس B. هنعمل عملية الاديشن في الاول. A plus B هنحط ماتريكس A بلس ماتريكس B. 3 بلس ماينس 1 equal 2, 1 بلس 3 equal 4, 6 بلس 3 equal 9, 2 بلس 9 equal 11. طيب هنا جبنا AB. بعد كده الناتج هنضربه في الماتريكس A. يبقى عندي AB اللي هو دي المصفوفة دي هنضربها في ماتريكس A اللي هي المصفوفة دي. برضو نفس الفكرة. first row في first column 2 times 3 equal 6, 4 times 6 equal 24. هنضرب برضو أول صف في تاني عمود. 2 times 1 equal 2, 4 times 2 equal 8. هنضرب هنا تاني صف في أول عمود. 9 times 3 equal 27, 11 times 6 equal 66. تاني صف هنضربه في تاني عمود. 9 times 1 equal 9, 11 times 2 equal 22. عندي 6 plus 24 equal 30, 2 plus 8 equal 10, 27 plus 66 equal 93, 9 plus 22 equal 31. يبقى دي النتيجة او المطلوب. عندي في السؤال الثاني اعطيني حاصل ضرب مصفوفتين واعطيني القيمة الناتج بتاعه. find the value of each of x و y. عايز قيمة x وعاوز قيمة y. عندي هنا بنحط المسألة زي ما هي. حاصل ضرب المصفوفتين بيديني النتيجة دي. عندي هنا هنستبعد النتيجة دي مؤقتا. بنحط المصفوفتين جنب بعض وبنعمل عملية المالتيبليكيشن. بنضرب أول صف في أول عمود. يبقى 2 times x equal 2x, 3 times 3 equal 9. برضو أول صف في تاني عمود. 2 times 7 equal 14, 3 times y equal 3y. كده ضربنا أول صف في أول عمود، بعدين ضربنا أول صف في تاني عمود. هنيجي على تاني صف نضربه في أول عمود. 4 times x equal 4x و 5 times 3 equal 15. برضو تاني صف هنضربه في تاني عمود. 4 times 7 equal 28, 5 times y equal 5. هنا هنحط النتيجة دي او المصفوفة اللي طلعت زي ما هي هنا في الشمال، وبنحط القيمة اللي هو كان عطاهاني الناتج بتاع حاصل ضرب المصفوفتين، بنساوي الاتنين ببعض. يبقى أنا عندي 2x plus 9 equal 7, 14 plus 3y equal 8. يبقى عندي هنا بنقول 2x plus 9 equal 7. هنا بنطلع الناين بره، يبقى 2x equal minus 2، ومنها بنقول x equal minus 1. عندي هنا بنقول 14 plus 3y equal 8، 14 plus 3y equal 8. عندي هنا بنطلع ال 14 بره، يبقى 3y equal minus 6. يبقى هنا بنقسم الطرفين على 3، يبقى هنا بنقول الواي ايكوال ماينس 2. يبقى هنا جبنا قيمة x طلعت ماينس 1، جبنا قيمة y تساوي ماينس 2. critical thinking. if a and b are two matrices، عندي a و b مصفوفتين and
العلامة دي معناها زيرو ماتريكس. زيرو ماتريكس يعني زي المصفوفة دي او زي المصفوفة دي كده، بنقول كل الاليمنت فيها ايكوال زيرو، يبقى دي العلامة بتاعت زيرو ماتريكس. اي بي ايكوال زيرو ماتريكس، واللي does it always mean that A equal zero matrix or B equal zero matrix. هل ده معناه ان ممكن دايما ان A ممكن تساوي مصفوفة صفرية او B equal مصفوفة صفرية؟ عندي بيقول لي take A، دي مصفوفة A ودي مصفوفة B. عندي بيقول then show your opinion، ووضح ايه هو رأيي. طبعا بنقول of course not، طبعا لا. طب ليه؟ قال لك هنا احنا لما هناخد المسألة اللي هو عطاها لنا هنا، دي ماتريكس A دي ماتريكس B، هنضرب المصفوفتين في بعض 12 minus 12 equal 0. يبقى هنا عندنا of course not، طبعا لا، ان مش لازم ان في كل مرة ان تطلع ماتريكس A او ماتريكس B زيرو ماتريكس. في السؤال الرابع بقول لي a hotel in of Hargada consumes the following quantities of meat, vegetables and fruits in kilogram for lunch, dinner, meals as in the following table. عندي هنا الوجبة بتتكلف في meat لحمة و vegetables خضروات وفروت فواكه. عندي lunch meal والdinner دي التكاليف بتاعتهم او الجدول تكاليف بتاعتهم. بقول لي if the average of price، لو معدل او متوسط الاسعار of 1 kilogram of meat اللحمة 65، يبقى سعر اللحمة 65. the average of price of kilogram of vegetables was 4 pounds 4 جنيه بالنسبة للخضروات. and average of price of 1 kilogram of fruit was 5 pounds ومتوسط سعر كيلو الفاكهة 5 pounds. find using multiplication of matrices the total cost of the two meals. ايه هي تكلفة الوجبتين؟ عندنا بنحط ده الجدول في شكل مصفوفة، وهنا بنحط قائمة الأسعار في مصفوفة أخرى، وبنعمل الملتيبليكيشن. قبل ما نعمل عملية الملتيبليكيشن، هل هي ديفايند أور نوت ديفايند؟ ماتريكس A 2 تايمز 3، ماتريكس B 3 تايمز 1. عندي هنا عدد الكولم موجودة في الأولى إيكوال عدد الروز موجودة في الثانية، يبقى هنا بنقول عليها ديفايند. عندي هنا بنقول والناتج إيكوال 2 times 1، يبقى order of the matrix of product 2 times 1. عندي بنحط المصفوفتين، بنعمل عملية المالتيبليكيشن. عندي 200 times 65 equal 13,000. عندي 100 times 4 equal 400. 150 times 5 equal 750. ده كده أول صف في أول عمود، هو مفيش إلا عمود واحد. عندي هنا بنقول 120 times 65 equal 7800. 80 times 4 equals 320. 100 times 5 equal 500. بنعمل addition 13,000 plus 400 plus 750 هتديني النتيجة، هتديني النتيجة ديت 14,150، ونجمع المجموعة اللي تحت ديت تديني 1620. يبقى عندي هنا total cost او التكاليف الاجماليه، بنجمع الاثنين دول مع بعض، نجمع دي مع دي تديني 22,550 باوندز. ديت التوتال كوست بتاع الوجبتين. لغايه هنا نكون وصلنا بفضل الله لنهايه درس مالتيبلاينج ماتريسز، ضرب المصفوفات، وكذلك المسائل الخاصة بنفس الدرس. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.